جد سعيد أن أتواجد في هذا اللقاء، وكنشكر الفيدرالية اللي نظمته. وهذا اللقاء أنا كان أظن أولا هو مناسبة باش يعني نجتمعوا كرؤساء جهات وممثلي الجهات في حلتهم الجديدة. هذا أول لقاء بعد اللقاء اللي نظمته لجمعية الجهات بالمغرب، واللي كان لقاء يعني قانوني. ثانيا غادي تكون مناسبة أننا نتبادلوا بعض التجارب وبعض الأفكار. ثالثا أن مبادرة لتحسين المردودية ديال التفاعل والشراكة بين الفاعلين الجهويين وبين المؤسسة الصحفية. وغادي تكون الدور ديال الصحافة كإخبار وكذلك كمراقبة للعمل ديال المجالس الجهوية يكون دور فعال ودور إيجابي ودور فيه واحد القيمة مضافة اللي غتجعل هذه التجربة ديال الجهوية تنجح أكثر. على تنظيم هذا النوع من الندوات، هذه الندوة مترقب منها إن شاء الله على أساس أنها تعود أرضية لمؤسسة نقاش سوف يكون مع مؤسسات الجهات على المستوى الوطني ومع الشركات اللي الصحفية على مستوى الجهات في إطار شراكة ممتازة جدا نترقب منها الخير. نحن محتاجين لصحافة جهوية مؤهلة تنسجم مع القوانين وتنسجم كذلك مع تطلعات كل جهة، محتاجين كذلك على أساس أن إمكانياتنا ديال الجهات اللي كنساعدوا بها المقاولات الصحفية أو الجسم الصحفي الجهوي ترى النور يعرفها كل حد، لأننا كنديروا مجهودات كبيرة وتبخس. اليوم في هذه الندوة وفي هذا الإطار كنوجدوا باش نبنوا إطار مؤسساتي مع المهنيين مع الفاعلين في إطار تكاملي على مستوى الوطن. اليوم كما لاحظتوا عشنا واحد اللقاء اللي النتائج ديالو كانت اكثر من داكشي اللي تصورنا. اعتبرناه لقاء وطني اول للحوار بين الجهات والاعلام الجهوي، فاذا به تحول من ندوه وطنيه الى شبه ورشه لكتابه تعاقد جديد.